وما اوتيتم من شيء فمتاع الحياه الدنيا وزينتها وما عند الله خير وابقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن مت تَعْنَاهُ مَتَاعَ الحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ ويوم يناديهم فيقول اين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغوينا أغويناهم كما غوينا تبرأ تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يست فاستجيبوا لهم وراوا العذاب لو انهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا اجبتم المرسلين فعميت عليهم الانباء فسالوني فاما وربك يخلق ما يشاء ويختار ما وكان كان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا اله الا هو له الحمد في الاولى والاخره وله الحكم واليه ترجعون